مش اللي هيكبرني ان انا ابقى قاعد مع وبعدين يعني انا ليه اجيب الجمهور اقعده 5 ساعات في حفله؟ ما حدش اللي هي فقرتين، فقره ساعتين وفقره النجم ساعتين وما بينهم، فالنتيجه ان الجمهور كله بيجي على فقره النجم. طب انا كده بفيدهم ولا بضرهم؟ انا يعني بعمل لهم اللي بقيمتهم، هم قيمتهم يتعمل لهم حفله بجد، حفلات بجد، وفي ما في كل مدار السنه، في كل، لا في المهرجان، انا بتكلم عن المهرجان دلوقتي، ما هي مدار السنه احنا بنعملها، انا بكلمك على المهرجان. في المهرجان يقدموا حفلات على كل المسارح، على كل المسارح تمام، وعدد كبير جدا من السوليستات، لان احنا عندنا ناس كتير كويسين قوي.